بأن خيار الأمن الآن بات وحيدا هو الخيار الوحيد أمام علي عبد الله صالح؟ نعم، الرئيس علي عبد الله صالح يحاول ان يجر البلاد الى حرب اهليه او الى مشكلات امنيه او الى صدام بين المتظاهرين الثوريين وبين انصاره. والمؤكد انه ما جرى بالامس كان شيئا رهيبا جدا، لانه مجلس الوزراء يقع بالقرب من ساحه التغيير، وكان الشباب يتظاهرون بشكل طبيعي جدا وزحفوا بشكل طبيعي الى احدى هذه المؤسسات الشرعيه والدستوريه كما حصل في مصر وتونس من قبل، ولكنهم وجوه باعلى درجات العنف وقناصه من فوق المنازل، ما يؤكد ان الرئيس دبر كل شيء لكي يقود البلاد في اتجاه حمام دم. ولكن هو يقول هذا الأمر دكتور عادل من أجل حماية المؤسسات من التخريب، المؤسسات الحكومية ممن يأتون للتخريب، هو يقول ذلك الأمر. ممتاز. هو بكرة في جمعة المتظاهرون الثوريون اسموها جمعة الحسم، والمؤيدون للرئيس اسموها جمعة الوحدة. تمام. أنا أريد أن أسأل سؤالا، من في 1990 تسلم الرئيس، في 22 مايو 1990 سلم الرئيس علي عبد الله صالح دولة مترامية الأطراف، دولة تمام. موحدة، تمام، دولة قوية وممانعة. الوحدة بعد الإمارية. 21 سنة تعال ننظر إلى النتيجة، دولة ممزقة، احراق جنوبي في الجنوب ملتهب، صحيح، 6 حروب في صعدة، فقر وجوع ومرض، انتشار للفساد، تهريب للأموال، وضع متردي جدا. هذه هي النتيجة 21 سنة، ورغم ذلك يسميها جمعة الوحدة. هذه جمعة الانقسام وجمعة التفتيت الذي كان نتيجة طبيعية لسياسات هذا النظام. ولكن هو علي عبد الله صالح من نجح يعني في النهاية في بداية التسعينيات في توحيد اليمن دكتور عادل. ولكن قبل أن انقطع الاتصال بالنائب أحمد سيف وهو رئيس التحالف المدني للثورة الشعبية في صنعاء، بداية أهلا بك أستاذ أحمد وشكرا جزيل الشكر لك على انضمامك لنا في استوديو 8 هذه الليلة. اليوم يعني ارتفع عدد من قتلوا برصاص قوات الأمن خلال المواجهات التي دارت في صنعاء، ما يرفع عدد القتلى إلى 16 قتيلا خلال 24 ساعة كما أفادت بعض المصادر الطبية. ولكن هل من الممكن أن نفهم الآن أستاذ سيف بأن الخيار الأمني هو الذي بات وحيدا لعلي عبد الله صالح الآن في مواجهة من يحتجون ويطالبون بإسقاطه؟ هو الآن استخدم كثير من الوسائل، ولا كل الوسائل التي استخدمها يعني استنفذ كل الوسائل، استنفذ كل الأوراق. هو يحاول الآن يستخدم عصا يعني يد من حديد بحيث انه يحافظ على سلطته وعلى استمرار بقائه في الحكم، وهذه هي تقريبا محاولات الرمق الأخير. يعني هو يشعر بأنه الآن يعني تزداد التظاهرات والغضب الشعبي يعم اليمن كلها، وهو يحاول بهذه القبضة الحديدية أن يسكت الشعب اليمني، ولكن بالعكس هو يستثير حتى بعض بقايا الفئات التي كانت على الحيادة والتي كانت صامتة. واعتقد ان الجرائم الذي ارتكبها في الامس وارتكبها في المرات الماضيه هي جرائم مروعه، وحقيقه يعني هنا غضب شعبي كبير جدا. ماذا عن معنويات الثوار اذا استاذ سيف؟ هل من الممكن ان تصف لنا معنويات الثوار الان بعد طريقه التعامل معهم يوم البارحه؟ كيف بدت المعنويات؟ هل تزدادون اصرارا على طلباتكم؟ هل خفتم وتراجعتم قليلا ام ماذا؟ نريد ان نفهم منك استاذ احمد. بشاعة الجريمة هي بالتأكيد تعطي يعني أن الثوار سيستمروا، والثوار أيضا ستكون معنويتهم أقوى من أي وقت مضى، وخصوصا أنه يعني ويريدون يستحسن الخطاب بسرعة لرد الفعل. وحقيقة نحن نحاول يعني قدر الإمكان أنه يكون رد الفعل يعني تأخذ قليلا من الوقت والتمهل للقيام برد فعل يعني تتجه نحو الحسم. واعتقد انه معنويات الناس هنا مرتفعه كثير جدا، ويعني ليس هناك تراجع عن الحسم، ولكن هناك ايضا والاهم هو في غير كبير نحو السعوديه الذي يشعر انها لعبت دور كبير في محاوله الجهاد على هذه الثوره
عملية تأخيرها وعملية يعني إجهاضها، ولذلك بقدر ما هناك معنوية في يعني بالاستمرار هناك أيضا غضب شعبي عارم ضد مبادرة الخليج وضد دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية إذا ما استفدنا قطر منها. نعم، إذا يعني ما هي التحركات غدا بالنسبة لكم والتكتيكات بالنسبة لمن هم يثورون الآن في جمعة الحسم يوم غد؟ كيف ستكون التحركات؟ هل سنشهد زحف على القصر الرئاسي أم أن لكم تكتيكا آخر مخالف لذلك الأمر بما أنه تم التعامل معكم بالقوة خلال هذين اليومين؟ هناك بالتأكيد يتوجه نحو الحسم والتصعيد الكبير، وهناك برنامج للتصعيد ولكن لم يعلن عنه على اعتبار أن هناك سرية، وخصوصا أنه عندما يتم الإعلان عن بعض مثل الإعلان عن موضوع التوجه إلى مجلس الوزراء كان هناك مستعدين في القناصة ومستعدين فيه، فلذلك الآن الشباب يحضروا عملية المباغثة وربما تكون غدا أو بعد غد أو في الأسبوع هذا، يعني بمعنى أنه هناك إلى خطط تحدها قدر من السرية حتى لا يعني تكون الخسائر أكثر، لأنه الرئيس علي عبد الله صالح لا يتورع أن يستخدم كل الوسائل في عملية إلحاق أكبر أذى وأكبر ضحايا ممكن في الشباب. نعم، وردت أنباء الآن أستاذ أحمد بأن المعارضة تطلب التدخل الخارجي لحماية الثوار في اليمن، ما هو تعليقكم أنتم على كلام المعارضة الآن؟ هل توافقون على هكذا أمر؟ ما هو ردكم بالتحديد على طلب المعارضة للتدخل الخارجي من قبل الغرب في اليمن في ظل هذه الأزمة؟ هو اذا كانت هناك ضغوط باتجاه على صالح على اعتبار انه هناك من يدعم صالح معنويا مثل السعوديه، يعني هناك ايضا نوع من التواطؤ ونوع من محاوله يعني عدم المبالاه، فلذلك الخطاب الخارجي يفترض ان يتوجه بهذا الحدود، يعني بمحاب وفي حدود التدخل في قضايا متعلقه بالحقوق ويعني وانتهاك الحقوق وليس عمليه تدخل عسكري او نحوه، يعني نعم. اعتقد انه يعني لن نطالب الا بهذا بهذا الحدود، يعني لا يعني بحدود اكبر. نعم تمام، انت الان تقول استاذ احمد يعني السعوديه تدعم صالح معنويا، السعودية كانت تريد حل للأزمة، كيف تدعم السعودية صالح معنويا؟ نريد أن نفهم منك أكثر. يعني هناك واضح أن السعودية هي حاولت قبل الوقت وبحيث نعيد ترتيب أوراقه وبحيث نعيد تجهيزه، هو كان في فترة من الفترات في المبادرة الأولى كان يطالب بساعات والتنحي، ولكن تت مبادرة ثانية ومبادرة ثالثة ومبادرة رابعة أربع، والناس تترقب، والسعودية هي تحاول فقط وتأكد أن السعودية من خلال هذه المحاولات هي محاولة إنقاذ النظام اليمني حتى لا تنتشر يعني هذه الثورة أو تصل يعني تأثيراتها إلى المملكة السعودية. نعم، هناك من يقول أستاذ أحمد بأنكم من تقومون بتعطيل حل الأزمة في اليمن برفضكم لذهاب علي عبد الله صالح وعدم مقاضاته قضائيا على حسب وكما ورد في المبادرة الخارجية، يعني لحقن دماء اليمنيين، ألا يتطلب هذا تنازلا منكم؟ هذه جرائم لا تسقط بالتقادم، هذه جرائم دماء، هذه جرائم كبيره، هذه مذابح، هذه مجازر، هذه امر يعني لا يمكن السكوت عنه، يعني انه لا يمكن تتغافل، هذا حق يعني ليس يعني من حق قياده الثوره انه في او قياده او من يعني هذه حقوق تترف للناس، يعني لاصحاب الدماء لبويهم للثوره بشكل عام، لا يمكن التهاون على هذه الجرائم، فهو سيرتكب مزيد من الجرائم، ويعني لكن لا يعني اذا كانت امريكا ورفضت يعني ان تعطي ضمانات، وايضا بريطانيا رفضت تعطي ضمانات وقالت ان قوانين لا تقدم مثل هذه في وقت الدول الخليج، هي الان عندما تتكلم عن ضمانات هو يستمر القتل ويوغل ايضا في القتل، وهذا القتل خلال الفتره الماضيه كلها يبدو انه المبادره السعوديه هي كانت يعني لها المبادره الخليجيه، وبدرجه اساسيه السعوديه هي
التي كان لها وقع على الرئيس بحيث انه يستمر في عمليه القتل اليومي. نعم. تمام. النائب احمد سيف رئيس التحالف المدني للثوره الشعبيه في صنعاء، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. انتقل هذه المره الى دكتور عادل الججري، واسف على الاطاله عليك دكتور عادل. هاي. انت استمعت لما قاله الان استاذ سيف، وقال بان هناك سيكون يعني هو يريد ان يخفي التكتيكات التي يقوم بها الثوار في الايام القادمه، ونحن لا نعرف ما هي التكتيك الذي سيقوم به او ما هو التكتيك الذي سيقوم به الثوار خصوصا في جمعه الحسم، ولما سميت بجمعه الحسم؟ هل سنشهد الان او يوم غد الزحف على القصر الرئاسي، ام ان الثوار سيتراجعون عن هذه الخطوه خصوصا في ظل اراقه الدماء في اليمن في هذين اليومين الاخيرين؟ يعني كما قال الأستاذ شائف وآخرين، أنا كان عندي اتصال اليوم مع بعض قادة الثورة وأكدوا لي بالفعل أن هم بيخفون التكتيكات الخاصة بالتحركات، لأنه في كل مرة يتحركون فيها يجدون قوات الأمن تنتظرهم بناء على معلومات حول أساليب التحرك. تمام. ما ينتظر غدا هو أولا مزيد من التظاهرات، لأن في كتل جماهيرية جديدة دخلت إلى قلب التظاهرات. ما هي الكتل هذه؟ كتل كانت ما يمكن تسميها كتل الصمتة، بعض القبائل بدأت تدخل إلى التظاهرات، بعض القوى الاجتماعية، بعض الحرفيين والتجار دخلهم على خارطة التظاهرات المنددة بالرئيس. نمرة ثلاثة، في بعض المعلومات حول تصدع في جبهة الرئيس، في بعض القلق بين الأسرة الحاكمة نفسها، بعضهم يرى أن الفرصة سانحة لقبول المبادرة الخليجية والخروج من أتون هذه المشكلة تماما، والبعض الآخر يرى أنه لا، من بالضرورة التمسك بما يسمى بالشريعة الدستورية وإنهاء المدة كاملة للرئيس، وإن الخروج في هذه التوقيتات سيؤدي إلى محاكمات على غرار ما جرى لمبارك وبن علي، وبالتالي في صداع في أو صراع داخل الأسرة الحاكمة. هذا الصراع سيكون له انعكاسات على الأرض، خاصة وإن الرئيس حاول الآن أنه يسلح أعضاء المؤتمر الشعبي العام، وقد تسربت وثيقة. هل هناك إثباتات على ذلك؟ نعم، اليوم سمعت من بعض قادة المعارضة، لا توجد لدي طبعا وثائق، لكن سمعت من بعض قادة المعارضة أنه يوم أربعة خمسة يعني هذا الشهر تم توزيع 400,000 قطعة سلاح على بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام بهدف الدخول في صدامات أو الاستعداد للدخول في مصادمات مع المتظاهرين. دعني أتساءل يعني دكتور عادل، يعني كل يوم يسقط قتلى في التظاهرات، الاعتصامات، انشقاقات داخل الحزب الحاكم وأيضا الجيش، يعني على ماذا يعول الرئيس اليمني علي عبد الله صالح؟ ما هي الأوراق التي يمكن أن يناور بها الآن؟ هو في ورقة أساسية هي ورقة الوقت، هو يريد أن يفكك هذه الكتلة الجماهيرية، يعودوا إلى مصالحهم بعض أصحاب المحلات التجارية اللي حوالين جامعة